أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي الشيخ سالم الصباح معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته في فقيد الأمة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، داعيا لله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه وأسرته الكريمة والشعب الكويتي الصبر والسلوان، مستذكرا المواقف المغفور له في تعزيز العلاقات الثنائية ودعمه للشرعية الدستورية ووحدة واستقرار اليمن ووقوفه الدائم إلى جانب قضايا الأمة الإسلامية العادلة. من جانبه عبر وزير الخارجية الكويتي عن بالغ شكره وتقديره على التعزية الخالصة والمواساة الصادقة، مؤكدا على استمرارية النهج الكويتي في ظل القيادة الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية ودعمها لتطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة عافيتها الاقتصادية ودعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام المستدام في بلادنا.